ليه؟ احتاس كده قولي في ايه؟ اصلا انا كنت بدور على حاجة كده. الكلمة دي معناها ايه؟ واصلا اصلها ايه؟ حالا تسمع وهتفهم هنا اصل الكلمة دي ايه؟ اصل الكلمة الغاغة. ايه مش عارفني امشير ولا ايه؟ امشير؟ الاسم البلدي ده لا الله يا شغل بره يخونك نقل من الرصيف سقف لله بيا عدوي امشي انت هو شادي الغاغه دي طبعا كلنا فاكرين المشهد الكوميدي بين المعلم جنجل ابو شفتوره حرامي الغسيل وثلاثي اضواء المسرح لكن يا ترى ايه اصل كلمه الغاغه اللي كانوا عاملينها دي الغاغه زي ما بتقول معاجم اللغه كلمه عربيه فصيحه معناها الشيء الكتير المختلط واللي جاي منها كلمة غوغاء ومعناها صوت الجراد وقت طيرانه واللي بقت بتتقال كمان لوصف سفلة الناس المعروفين بالدوشة والفوضى واللي ممكن توجيههم بسهولة لارتكاب الجرائم أو أعمال التخريب وعشان كده قالوا في الأمثال زمان لولا الغوغاء ما قتل الظالمون الأنبياء ولأن الغاغة موجودة في كل مكان وزمان دخلت في لهجتنا العامية وأغانينا كمان وده اللي عبر عنه الفنان عبد المنعم مدبولي والفنانة هدى سلطان في أغنيتهم الشهيرة توت توت في مسلسل لا يا ابنتي العزيزة اللي أخرجه نور الدمرداش سنة 79